برحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام. كتير من الناس بتواجه مشاكل بشكل دوري في سياراتهم او عربياتهم عموما، يعني بدون العلم سبب المشاكل دي. بس النقطة الأهم هي توعية الناس بمتطلبات ماكينة وصيانة السيارات والعربيات، خصوصا صيانة السيارات بشكل صحيح، وإزاي يحافظوا على عربياتهم أو سياراتهم. فريق الإعداد نزل مدينة نصر في الشركة أو المؤسسة الهندسية لصناعة السيارات يعمل تقرير مختص عن صيانة السيارات، وهو مركز يعني على قدر عالي من الكفاءة، تمام، لأنه هو مركز مختص لصيانة جميع أنواع السيارات مش نوع واحد بس. كمان هو مركز له مميزات كتير جدا هتشوفها في التقرير. من ضمن المميزات دي هي كشف الأعطال من خلال أجهزة الكمبيوتر، وكأنك بالظبط بتصلح سيارتك أو عربيتك في التوقيت بتاعك بجودة ممتازة وخدمة متنوعة. تعالوا نشوف التقرير ونرجع تاني لضيفنا. العديد من الأشخاص يتجهون إلى صيانة سياراتهم، والأهم من ذلك أنهم يختاروا الأماكن المتمكنة ذو كفاءة عالية. النهاردة من كاميرا برنامج منو إلى نزلنا لمدينة نصر، المؤسسة الهندسية لصيانة السيارات، ودلوقتي هنعمل لكم جولة كاملة شاملة حول المكان، وهنتكلم مع الموظفين المختصين في السيارة. المؤسسة الهندسية لصيانة السيارات، دلوقتي هنتكلم مع أستاذ أحمد. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، أنا عايز أعرف دلوقتي العربية دي مشكلتها إيه بالظبط؟ مشكلتها يا فندم إن هي مسجلة كاما، فخشيناها بالجهاز لقينا تشيك أيدا، فما خشينا بالجهاز لقيناها مسجلة كاما، فحلينا وش الكاتينة لقينا أرسيل كرنك سباب الهواء وجايبة زيت من عند الكاتينة من هنا، تمام. فلازم نعمل فيها الصح والمظبوط عشان خاطر العميل يبقى ماشي مبسوط. طيب هي ازاي بيقدر يعرف انه في مشكله في حاجه زي دي؟ هي بدات معاه ازاي؟ قبل ما نعمل الصيانه بنخش باللاب بالجهاز. أنا ده الجهاز ده بيقول لي فعلا انه في لابتوب هنا، فانا عايز اعرف دوره ايه في الموضوع. دوره ان هو بيجرى الاعطال، الجهاز بتاعنا بيخش عليها يعرف ايه المشكله، هي اللمضه ايه ده فين. ففي الطريقه اللي الجهاز بيشتغل عليها احنا بنبدا نشتغل عليها، لو مسجله حساس شكمان، مسجله حساس كام، مسجله اي عطل بنخش عليه وبنعرف فيها ايه بالظبط وبنعمل. انا عايز اسال حضرتك استاذ احمد، يعني هو قبل ما هو يجي لحضرتك هنا هو كان بيواجه ايه بالظبط؟ يعني هو ايه اللي حصل له؟ هو كان بيواجه ان العربيه بتنقص زيت وفي نفس الوقت لندن تشيك ايد عنده، يعني الزيت بيقع اصلا، الزيت بيقع من العربيه تحت ولندن تشيك ايد عنده في الشاشه بتاعت العربيه من جوه. فخشينا بالجهاز لقينا العيب عنده ان هي مسجله كام هنا، كامتين، كام هواء وكام نار قادم، وفي واحد بيدخل بنزين وهواء لازم يتفاعلوا مع بعض، يا لازم يبقوا مظبوطين بالظبط بالملي، لان الملي ده بيتجزء 100 جزء، ما ينفعش ياخد سنه كده او سنه كده، لازم ينظبط زي ما ايه زي الشركه، في سهم بنشتغل عليه وفي زنب بنشتغل عليها، فلازم نقفل كل حاجه زي الشركه بالظبط عشان العربيه ما تقراش اعطال والعربيه بسحبها كويس وتوفر في البنزين. احنا بنتكلم دلوقتي عن الزيت، الزيت اصلا في العربيه بتبقى مهم جدا، بيبقى فيه الزيت يا فندم وظيفته في العربيه ان هو بيمنع الاحتكاك، سواء كان زيت يستعمل درجه حراره وما يتبخرش ولا ينقص زيت، ده زيت زيت كويس، تمام. احنا جربنا جميع الزيوت دلوقتي، شغالين بالبيل ورهنول وموبيل 1، الزيوت زيت رهنول، زيت رهنول ده زيت الماني وزيت كويس، ده زيت شغالين منه. وده انتوا بتوفروا هنا طبعا؟ طبعا بنوفره للعميل وبنجرب قبل ما نستخدم الزيت، بناخد حاجه نستعملها في العربيه وبتمشي 10,000 وبننزل الزيت، لو هو ناقص 3 جرام ولا 4 جرام ولا كلام من ده زيت بتبخر ما بنشتغلش منه. حضرتك استاذ احمد، هو ايه سر الكاتينه المشكله اللي فيها؟ سر الكاتينه ده يا فندم اللي هو ده،
ده المفروض يمشي 60,000 كيلو، ده الاصلي واضح لحضرتك. في نوعيه بتمشي 30,000. سير الكاتينه ده هو كل حاجه في الماتور، هو ده اللي بيعمل حركه تشتغل الماتور يشتغل. ممكن المشكله لو هو اتاخر عليه، لو هو اتاخر عليه وما غيروش ده ممكن بسببه يغير الماتور، ده كله بسببه ممكن يغير الماتور. ليه؟ لان بتعوج 16 سباق خد بال حضرتك، اربع بساتم بتكسروا الشامبر نفسه بضعف، لما السباق بيطور في البستم بضعف الشامبر. المفروض كل 30,000 لا يغير سير، لو هو مش معه جيب الاصلي يغير سير عادي ما فيش اصلي، لو في اصلي يغيره ويمشي عليه 60,000 كيلو وما يخافش منه. بالنسبه لزيت الفتيس برضو نفس النظام، زيت الفتيس المفروض يتغير على 60,000. لو هو حط زيت عربيات بتاخد زيت عاده، العربيات اللي الكهرباء ما ينفعش تاخد عاده. ليه؟ لان شغاله من جوه، في بورده من جوه وفي سنولايتات وفي حاجات حساسات بتجرى عشان ايه، في حاره بتفتح وحاره بتقفل بالنسبه للفتيس بتاع الاوتوماتيك. اول صيانه العربيه كل 10,000، ده طبعا زيت وفنتر، تربيط عفشه بنمر على العفشه، الاتيال، التيل الامامي بيمشي 20,000، التيل الخلفي بيمشي 40,000. بنكشف على الاتيال، بنشوف التيل اللي محتاجه والتيل اللي مش محتاجه. في ناس بتستخدم الفرامل كتير وفي ناس بتستخدم الفرامل القليل، ماشي الناس مش كل زي بعضها. فبالنسبه للتيل الامامي ده بيمشي من 20 ل 25، بالنسبه للتيل الخلفي بيمشي من 40 ل 45,000. المشكلة العربية الأولانية هتيجي تشوف دلوقتي مشكلة عربية تانية معانا. زي حضرتك أستاذ عدلي؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أنا كنت عايز أعرف مشكلة العربية إيه؟ مشكلة العربية طبعاً العميل جه وطلب إن العربية فيها تسريب مية، فأنا بنجيب الجهاز بتاع ضغط المية ونشوف تسريب المية فين. هنا هو بيسمعه ماشي، خلي العربية تاكل بنزين زيادة والموتور ما يبقاش مظبوط، ماشي، يبقى في ركن البنزين يعني. زود سحب البنزين شويه، اكل البنزين مش جديد هنركبه عشان الهواء، وجبنا الترمستات جديده عشان نركبه. حضرتك انا عايز اعرف ايه مشكله عشه الفرامل؟ مع الفرامل احنا بنرفع العربيه على رفعه، وبنأول حاجه بنكشف عليها كل الفرامل، واذا في رعشه مع دوسه الفرامل تيجي هزه في طاره الدركسون كلها تبقى الطنادير اللي ورا تعمل هزه في العربيه او في البدال تحت رجلك بدل الفرامل. تصليح العربيات معانا اقدم لكم المشرف الفني المهندس ياسر. ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. عايزين نتكلم عن الخدمات اللي انتم بتقدموها في المؤسسه الهندسيه. ماشي. بالنسبه لقطع الغيار موفرين جميع قطع الغيار عندنا، من سير كاتينه، من مجموعه كاتينه كامله، فناتر، زيوت، بنشتغل في كل حاجه. ونرجع ونقول برضه عشان خاطر الباشمهندس راشد اللي هو صاحب المؤسسه الهندسيه كله من فضله ربنا يزيده، ومش مقصر في رجالته، رجالته كلها ناس عشرتين على عشرة، والعملاء كلهم بيبقوا جايين هنا مبسوطين. بعد ما بنخلص خدمتنا خالص بنطلع عربيه العميل بره، نقدر نعمل لها اوفر وغسله كامله، وعندنا بالنسبه للغسيل غسيل كامل كاركير من ماتور لشنطه لسقف لدواسه، ورجالتنا يعني رجاله تمام التمام. كنت وعدتكم ان في كل حلقاتي هستضيف شاب ناجح بدأ حياته من الصفر او من تحت الصفر.
علشان يحقق حلمه وطموحه. وإصراري على عرض الفقرات دي إن أأكد لكل شاب بيسمعني إن مش من الصعب إنك تحقق حلمك حتى لو جيبك فاضي، لكن لكل تحقيق حلم لازم يكون هناك خطوات عشان تحقق الحلم ده. من ضمن رموز الشباب الناجحة واللي منورانا النهاردة في الاستوديو مش مهندس راشد العياني، مدير الشركة الهندسية لصيانة السيارات بمدينة نصر. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. مش مهندس، كلمني عن بداية حياتك في سوق العمل. أنا بداية حياتي في سوق العمل بدأت، مش هقول لك بدأت من الصفر، لا أنا بدأت من تحت الصفر كمان يعني شوية. بدأتها من البداية خلاص، أنا أصلا من مواليد الشرقية، عشت في الشرقية وطلعت من الشرقية بعد ما خدت المؤهل الدراسي بتاعي واتجوزت وجيت هنا القاهرة. بدأت أدور على أي حاجة أشتغل فيها، بس أنا حبي الأساسي كان في صيانة العربيات والعربيات وكده. اشتغلت في سب ديلر تبع وكيل معتمد لمنصور شوفرلي، وبدأت حياتي في السب ديلر ده في سنة 2013. كنت شغال فين الصيانة؟ كنت شغال في الأول خلاص مندوب مبيعات، من سواق لمندوب مبيعات، بعد كده مدير مخزن، من مدير مخزن نقلت الورشة، من الورشة طلعت مسكت لآخر حاجة آخر سنتين كنت مدير فرع كامل. وبدأت أشتغل في مجال صيانة السيارات من شهر 8/2013 لعندي 13/8/2018، والحمد لله تدرجت في جميع الوظائف اللي في الشركة، وكان هذا من فضل ربي يعني عليا ان النهارده ان انا اكون موجود معاك وان اكون موجود مع سيادتك وبس. كلمني بقى، يعني ليه خدت الخطوه انك انت تسيب الشغل الوظيفي في شركه خاصه وانك انت تبدا، او فكرت انك انت تبدا تاسس مؤسسه او شركه خاصه ليك؟ ان انا اسيب الشغل الوظيفي في شركه خاصه، انا حبيت اعمل اسمي، حبيت اخلي راشد يبني في اسمه هو، ما يبنيش في اسم حد خالص. ودي كانت فكره اصلا في دماغي من وقت ما بدات حياتي. انا في امنيه حياتي ان انا اكون صاحب مشروع في يوم من الايام، صاحب شركه. ده حلمك؟ حلمي في حياتي من البدايه اصلا ان انا اكون صاحب مشروع، فكان حلم حياتي ان افتح شركه في يوم من الايام. وبس طبعا عشان تفتح شركه لازم يكون متوفر لك جميع الخبرات اللي تقدر تقاوم بها السوق، مش الماديات، هي الخبرات، لان الخبره تعيش اكتر من الماديه. كلمني بقى عن خبراتك في مجال صيانه السيارات. مجال صيانه السيارات انا بدات زي ما قلت لحضرتك في 2013. خدتها من اول قطعه غيار، ان حضرتك تعرف قطعه غيار دي اصليه ولا مش اصليه. لعند لما تعرف عيب في العربيه تبدا تشخص اعطال للعربيات، تكلم العميل، لان القائك للعميل نفسه ده خبره لوحدها. ازاي توصل معلومه ان عربيتك فيها مشكله للعميل، دي خبره. ازاي وانت بتجرب العربيه مع العميل ان انت تقدر تحدد له في عطل ايه في العربيه من غير ما ارفع العربيه على الكوريك او استعين بفني او اي حاجه. فده كان املي في الحياه ان انا افتح شركه، وجت الحمد لله يعني فتحت الشركه في 13/8/2018، ودي كانت بدايه ليا يعني. تمام، كلمني بقى عن خدمات الشركه اللي بتقدمها للعميل. احنا عندنا في المؤسسه الهندسيه لاصلاح السيارات، لان اول ما فكرت افتح شركه حبيت ان انا افتح شركه اكون متميز فيها شويه، مش ان انا فاتح ورشه او مركز صيانه زي باقي مراكز الصيانه كلها. تمام. ففتحت الشركه انك انت تكون مميز عن غيرك او عن اكون مميز عن غيري، مش بس في خدمات، مميز عن غيري في حاجات كتير. وان شاء الله في باقي الحلقه نكون متواصلين مع بعض اقول لحضرتك عليها كلها يعني. بنقدم الصيانه كامله للعربيه، الصيانه الدوريه من صيانه الالف للميه الف. بنقدم طبعا دي مراحل التطوير يعني. لا مش مراحل التطوير، الصيانات اللي انا بقدمها اصلا. الصيانات اللي انت بتقدمها للعميل. لاي عربيه داخله لي، اي عميل بيشتكي من حاجه، في عملاء بتطلع من التوكيل بتيجي تتابع معايا كبند تاني بعد التوكيل على طول، وده شرف ليا يعني ان انا اكون حاجه زي كده، ان العميل يحس بالامان معايا بعد ما يطلع من التوكيل يختار مكاني انا يكمل فيه، فدي حاجه حلوه جدا بالنسبه لي يعني. تمام. بدأت أنا بقى العميل بيدخل عند الورشة بياخد من الصيانة الدورية اللي هي التشيك أب كامل على العربية، تغيير زيت وفلتر، تربية عفشة، فلتر هواء،
لعند عمارات المواتير، عمارات الفتايس، جميع انواع الصيانات الحمد لله. يعني عندك جميع انواع الصيانات لجميع السيارات، لجميع السيارات وقطع الغيار بتاعتهم برضه، وقطع الغيار الحمد لله بنقدر نوفرها يعني، ودايما بندي ضمان على قطع الغيار كمان يعني. طب ليه فكرت تدمج او تفتح مغسله، مغسله عربيات تمام مع مركز الصيانه؟ الحته دي بقى كان اساسا ان انا اتميز، تكون مميز. يعني انا لما حبيت ادمج موضوع الغسيل في صيانه العربيات حبيت اتميز عن باقي الورش او مراكز الصيانه الثانيه. دايما حضرتك لما تروح اي توكيل من التوكيلات بتاعه السيارات بتاخد عربيتك نظيفه بعد ما تخلص الصيانه. فحضرتك عايز تنقل من المكان ده من التوكيل ايا كان، عشان سعره وعشان ايه عشان ايه، وتروح بحاجه ثانيه تديك نفس الخدمه باسعار اقل شويه. فكانت الفكره الاولى ليا ان انا ادمج موضوع الغسيل، ان انا العربيه تخلص الصيانه تخش الغسيل، تخش بقى الغسيل من اول البودي من بره، كاوتش كريستالون من جوه، تتلم العربيه كانك انت لسه مستلمها زيرو. تمام. والحمد لله يعني انا عندي يعتبر اخويا الصغير المهندس حسن، دايما بنفكر انا وهو ايه الجديد اللي نقدر نقدمه خارج الصندوق. بتفكروا خارج الصندوق؟ انا وهو صحاب اصلا، احنا تعرفنا على بعض في التوكيل وخرجنا مع بعض من التوكيل، كملنا حياتنا العمليه الشخصيه مع بعض. فبنحاول انا وهو طول ما احنا قاعدين ايه نتميز بيه، فكر في التميز. طيب عايز اعرف برضو ايه الافكار او مرحله التطوير تمام في صيانه السيارات اللي بتفكر فيها في الفتره اللي جايه؟ مرحله التطوير في صيانه السيارات احنا عندنا الحمد لله خلصنا خلاص او شقنا على ان احنا نخلص الدراسه ديت كامله، بندرس مشروع صغير كده عاملينه، وده كانت فكرتنا كمان قبل المركز بس سبقناها بالمركز شويه. ان احنا نعمل فكره جديده نريح بيها العميل. وحضرتك شايف ان النهارده كل واحد عنده اولاده فيها دروس ووراه مشاوير ووراه شغله ووراه دنيته. صح. ممكن حضرتك ما تفضلش ان انت تودي عربيه المدام عندك مركز صيانه. فدلوقتي الحمد لله يعني خلصنا الدراسه ديت، ان هي المشروع اللي جاي لينا باذن الله خدمتك على الطريق دي حاجه تانية خالص، دي خدمه طوارئ هتكون متواصله 24 ساعه بفريق عمل متكامل، بعربيه طالعه من المركز معاها مهندس معاها فنيين معاها طوارئ اللي هي اللي حضرتك زي ما بلغت الكول سنتر عندنا بلغته بالعطل اللي عندك، فبياخدوا قطع الغيار والحاجات دي كلها بيطلعوا بعربيه معاك على الطريق. وبنحاول نوفر كمان لو في مشكله نجده، يعني هو لا مش نجده بس مش نجده ان هم يوصلوا لك على الطريق، ما هو مش سهل ان ونش يجي لك على الطريق، بس من الصعب ان انت تلاقي عربيه تكمل بقى مشوارك. ولو انت معاك اولادك او حاجه وكده. هي دي اول نقطه تميز او التطوير اللي احنا بندور عليها، بنوفر لك عربيه بديله مكان عربيه حضرتك تكمل بقى المشوار بتاعك. طيب استاذ حضرتك معانا احمد، اتصال هاتفي احمد من القاهره. الو. الو. اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. انا دلوقتي معايا عربيه اوبل استرا 2016. تمام. تبقى ماشي فيها بامان الله عادي، تبقى مفيش مشكله فيها خالص، مره واحده تسخن والعداد بتاعها يعدي 90 والكلام دوت وتسخن. انزل اشوف المايه بتاعتها، المايه بتاعتها مظبوطه ما فيهاش اي مشكله. تمام. بعدها بشويه ترجع تاني طبيعيه مفيش اي حاجه. فوديتها كذا مركز خدمه مفيش، ما كله بيقول لي العربيه سليمه ما فيهاش حاجه. اوديها لهم وهي سخنه العداد بتاعها معدي 90 والكلام دوت، يقول لك بردك العربيه ما فيهاش حاجه. ده اللي بيحصل معاك بس يا استاذ احمد؟ الصوت عندك فاضي بس شويه مش سامع. انا بقول هو اللي بيحصل مع حضرتك ان العداد بيطلع على حراره بعد ال 90 وبينزل تاني؟ بالظبط، هي بتبقى ماشيه معايا الاول عادي ما فيش مشكله فيها خالص. اول ما بتدور مفيش اي مشاكل، واحده تسخن وبص الاقي ما اوقف العربيه طبعا واشوف في ايه، اشوف اشيك على المايه بتاعتي واشيك على الحاجه مفيش اي حاجه. حضرتك كنت عامل صيانه في دوره المايه ولا حاجه يا استاذ احمد؟ نعم. حضرتك كنت عامل صيانه في دوره المايه ولا حاجه؟ نعم. حضرتك كنت عامل اي صيانات في دوره المايه؟ لا. هي موديل 2016 ماشيه كام الف يا هندسه؟ نعم. 2016 ماشيه كام الف كيلو؟ ماشيه 80,000. 80,000 كيلو. تمام. وحضرتك عامل صيانتك كلها باستمرار والميه مظبوطه ما فيش نقص ولا اي حاجه؟ بالظبط. تمام يا استاذ احمد، اول حاجه نقدر عايزين نراجعها، المفروض ان احنا نراجع حساس الكولنت اللي في كوعه الثرموستات.
معايا يا استاذ احمد؟ تمام معاك. تمام. لازم نراجع حساس الكولنت اللي في كوعه الثرموستات لانه هو اللي بيأشر معايا للحراره. لانه ممكن لو في رواسب او مصدي او حاجه يقرا معايا غلط. فسيادتك لو تحب ممكن تشرفنا ونعمل لك الكشف كامل عليها. يعني شكرا استاذ احمد، للاسف الاتصال قطع. تمام. ايه المشكله دي بقى؟ حلها ازاي؟ بص، المشاكل الميه اي عربيه في الدنيا مشكلتها ميه وزيت. عشان تتجنب الحاجه ديت صيانه الدوريه باستمرار. تمام. لان في بند من بنود الصيانه الدوريه ان احنا بنراجع العربيه من الالف للياء زي ما احنا بنقول بالبلدي كده. الصيانه الدوريه للعربيه لازم ان يكون كل فتره وفتره يعملها صيانه؟ لازم. لها مواعيد يعني الصيانه؟ ده شيء اساسي، وعلى حسب نوع الزيت اللي انت مغيره كمان، يعني على حسب كيلومتر الزيت كمان. يعني لو بتغير زيت 5000 او بتغير زيت 10000 مش شرط ان انت ممكن تقعد لما تجيب ال 5000 كيلو. لان لو عدى مده زمنيه اللي هي 6 شهور على غيار الزيت وحضرتك مغير زيت 5000 كيلو فالمفروض تروح تغير تاني. ولو مغير 10000 كيلو صلاحيه الزيت ده في الموتور سنه بالظبط. تمام. فخلينا في موضوع الاستاذ احمد لانه هو متابعنا دلوقتي وعايز يوصل لحل في العربيه عنده. عربيه الاستاذ احمد كده في مشكله عنده في الحساس الكولنت الخاص بتوصيل درجه الحراره من العربيه للحساس الحراره نفسه او مؤشر الحراره نفسه في التابلو. تمام. فده لو يسمح يشرفنا في اي وقت ان انا اراجع له الحساس ده ونقرا ندخل بالجهاز على العربيه ونشوفها مسجله ايه. طيب استاذ احمد، عنوان المركز على الشاشه. تمام. تقدر تتواصل مع الباشمهندس او تتواصل معاه تليفونيا، رقم الشركه على الشاشه. تمام. عايز اعرف بقى ايه سر شهرتك في صيانه سيارات الاوبل؟ سر شهرتي في صيانه سيارات الاوبل، اولا زي ما انا قلت لحضرتك انا كنت في سب ديلر لشركه المنصور للسيارات. والمنصور للسيارات هو اوبل وشيفروليه. ثانيا انا لما قررت افتح المؤسسه الهندسيه لاصلاح السيارات لازم اي حد بيفتح مشروع جديد بيفكر ان هو يحاول يوصل لاكثر عدد من الناس. في الوقت ده انا قررت ان انا اشترك في جروب على الفيسبوك هو متخصص لملاك اوبل ولملاك اوبل فقط. عملت تعاقد معاهم، قدمت لهم عروض كانوا شاكرين يعني وافقوا على الحته ديت. بعد كذا سؤال وزي سي في كامل عني يعرفوا عني انا كنت فين وشغال فين لان هم ما بيتعاقدوش مع اي حد وخلاص. بدات ان انا اتواصل مع الجروب مع مدير التعاقدات، تعاقدت معاهم. هو الجروب ده اسمه عصابه الاوبلاويه، متخصص او جروب عائلي كمان هو اوبل فقط لا غير. بدات اتعاقد معاهم والحمد لله يعني سمعت جامد واراء العملاء كلها. يمكن لو حد من المشاهدين عايز يدخل على الجروب يبص على اراء العملاء بالنسبه للمؤسسه عندنا الحمد لله. تمام. كلها جامده. عشان برضو وقت حلقتنا عايزين نعيد تاني السؤال اللي هو مميزات المركز الصيانه بتاع حضرتك عن اي مركز تاني، عشان برضو نوضح للساده المشاهدين. تمام. ايه الخدمات المختلفه اللي بتقدمها المركز عشان برضو يكون عندهم علم؟ بص حضرتك، احنا في المؤسسه الهندسيه لاصلاح السيارات بنعمل من اول صيانه الالف اللي هي تشيك اب كامل على العربيه. تمام. ان انا احل الاربع عجلات وابص على التير الامامي والتير الخلفي، ابص على سوائل العربيه ميه وزيت، ابص على ضغط الكاوتش نفسه، ابص على العفش بالكامل، اشيك على العربيه كلها. وهي دي الصيانه المفروض اللي بنسميها الصيانه الوقائيه اللي هي المفروض تتعمل باستمرار. بعد كده عندنا الصيانه الكامله اللي هي مثلا زي صيانه طقم الكتينه، زي تغيير البوجيهات، عمارات المواتير، عمارات الفتايس. واليومين دول كمان بندمج موضوع السمكره والدهان، يعني احنا بنفتح فرع خاص بينا كمان. تمام. كسمكره ودهان لينا عشان خاطر العميل بتاعنا ما يفكرش ان هو يروح مركز تاني. تمام. فتكون جميع الخدمات متوفره عندنا في المركز. باشمهندس راشد العيادي، للاسف انتهت حلقتنا. تمام. ويعني ان شاء الله لقاءات تانيه مع بعض. يعني عايزك بس في نص دقيقه تقول لي نصيحه لكل شاب يائس او بيسمعك دلوقتي ونفسه يفتح مشروع زيك. انا نصيحتي نص دقيقه بس عشان وقت حلقتنا. نصيحتي لكل شاب عايز يفكر يفتح مشروع، ما تفكرش في حاجه تانية، انت فكر في هدفك وبص للي انت عايزه. وصدقني لو بصيت للي انت عايزه وما بصيتش لاي حاجه تانية انت هتوصل للي انت عايزه. بس اهم حاجه تمشي بما يرضي الله
وثقتك في الله ده مكسب كبير، و يعني عندك الدلائل كتير يعني. تمام. أعزائي المشاهدين، للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا، أتمنى أن تكون الحلقة مفيدة جدا، وأتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من حلقتنا. أشوفكم الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.